اعرفها عيني. لا الا اعرفهم عز المحل. لا لا لازم نعرفهم لان هذا خمس. أيه. تعائلتين عندك مو؟ اي اختي وسنتها. صار. اللي فرحنا على والدي. أيه. والله حيل يشكرون. لا خادم. اي والله. وسبحان الله كل التعطيات في شيخ حماد. سبحان الله. والله العظيم. سبحان يا قطعتين. اقول لك دشداشه وحده بعد يريدها اسما مني هاي اختي الطيبين. اكبر قياس. اكبر قياس؟ اي. الوحده ما هاي سنه كلها ربيع. هاي اكسين هاي اكسين اكسين لارج اي بعد خلي اطيق دن الجو هذا اطفال ما اجى هذا اطفال هاي عيني يعدهم والولاد وبنايا هم ذول اختي هو هذا لبس ولد وبنات هاي هاي قطعتين وهاي بعد شنو هاي القطعه الثالثه هاي الرابعه خامسه سادسة وبعد قطعتين لك من هالبديات اقول لك اخذ مني هذا عنده جهاز ما اقول سؤالنا اي يبقى. ابنك شو يشتغل؟ ابني والله حاليا عطال بطل كان يشتغل حارس بهاي المطعم اهم شيء ملتزم محتاج هو الحمد لله خلاص هاي هي لا عاد خلي اعطيك هاي العائلة الثالثة عيني هاي العائلة اخذت لاني ملابس أي. بس مال اطفال تذكرت اه مال اطفال صار قلت لك اكو قلت لا صار صار هاي مال اطفال وعند اثنين ولد وفي ثلاثة ولد بس صغار يعني من خمس سنين وجوا خمسة؟ اي اسحب هاي اسحبها اسحبها عين ثلاث عوائل جزاكم الله